انا مريضه، جيت في بديت الديالاج نهار 18 شهر 2. اول حصه لي، وتعاملوا معايا معامله زعما طيبه، ما نكذب على الله، رانا كنتسنى العفو من عند الله. تعاملوا معايا معامله طيبه، داك الدكتور يوسف دار لي الاولى ديال المرود، وفي الثانيه قال لي غادي تبوشات لي، وقال لي غتمشي لعند عبادي باش دير هذه ديال الصدر هذه اللي هنا. انا ما عنديش، انا المراه على قد الحال. والناس قالوا لي سيري عند جمعيه الامل رفيان محسنين، وربي كبير. جيت ما بخل عليا حتى واحد، ما بخل عليا حتى واحد. كنجي الا شدتني الصخفه كنعيط على وحده، غيزلان ولا صافا، ولا اللي عيطت على بعدا كيجيو، ماشي كيخليو. وهذا من فضل الله، وانا ما كنتش عارفه راسي عندي الطونسيون، عندي الكلاوي. مشيت لميريز ودرت التحليلات، وقفوا معايا الناس، درت التحليلات، درت كل شيء، قال لي الكلاوي ماتوا. ودابا الحمد لله عاد المهم رجع فيا الامان. كانوا دايرين لي 3 سيمانه، دابا عاد 2. الحمد لله تحسنت، والفضل كيرجع لهاد الفرمليات. ما نكذبوا على الله، راه حنا كنتسناو العفو، كتعيط على وحده كتجيك الاخرى، اجي اختي، ولا كانوا شي محسنين بحالك كي يدوروا علينا. والحمد لله هذا من فضل الله. اي والله يجيب الشفاء للجميع، وعشر مبروكه.